هذا الحبل يسد من هذا المسجد قريب من المسجد المنصورة هذه إلى بس راجل هذا بين الحمام. يعني هذا هذا هو المسجد هذا المسجد هذا الحبل ها الحبل الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الله أكبر عليك الحبل وين حصل من بيت إلى المسجد هذا كيف الآن يتساهل كثير من الناس يعني تعبت هذا الرجل كبير في السن وأعمى وما عنده قائد يقوده إلى المسجد لكنه يفعل أمر عجيب جدا هذا الرجل الجماعة اللي تشوفونه الآن أمامكم جاء الحبل من البيت إلى المسجد وهو مع هذا الحبل خمس مرات في اليوم والليلة يجيب منادي الله سبحانه وتعالى حي على الصلاة حي على الفلاح والله إن الفلاح والسعادة والنور والنجاح أن يحافظ الإنسان على خمس صلوات في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى وش اللي حركه يا جماعه وش اللي خلاه مع هذا الحبل يوميا خمس مرات لم يعذر نفسه لان سمع بحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد لان الرسول يقول وجعلت قره عيني في الصلاه لأن الرسول إذا حزب أمر يقول أرحنا بها يا بلال فأنت يا من ضيعت الصلاة ويا من تنام عن الصلوات ويا من تأخرت الصلوات ماذا تقول لرب الأرض والسماوات يوم القيامة أول ما يحاسب عن العبد يوم القيامة الصلاة وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هيا جماعة والله إذا ردنا السعادة والله لن نجدها إلا بالمحافظة على خمس صلوات في اليوم الليلة خمس صلوات بأجر خمسين